خلصت الموضوع؟ امال الرجل العنبي ده ايه؟ الرجل العنبي؟ على فكره يا دندونه يا حبيبتي انا اللي قايل له يروح. بابي شفت الرجل العنبي انقذ الطياره؟ يا حبيبي شفته، انا كنت معاه. يا سلام، انت شفته؟ يا حبيبي شفته، ده انا كمان اللي قلت له يروح. طب لما يجي تاني يوم ونظام بيحبك قوي قوي قوي. حاضر يا حبيبي. ونظام بيحب بابي قد ايه؟ ازيك يا دينا؟ ازيك يا بابا؟ جدو انت برضه شفت الرجل النبي؟ شفته يا حبيب جدو. طب لما تشوفه تاني قول له نظام بيحبك قوي قوي قوي. ماشي يا حبيبي، ممكن تسيب لي بابي شويه؟ خده خالص يا جدو. ماشي يا نظام، لما جدو يروح وحياه امك لينا كلام تاني. اتفضل يا عمي. اسمع تيسير، انا عارف ان انت لما بلغت الاعلام النهارده كان قصدك تساعد. طبعا يا عمي، الموضوع كان فعلا اكبر من امكانيات الشرطه، والرجل العنبي كان ممكن يحلها في ثانيه. تمام، ويمكن اللي انت عملته ده ساعد على الحل فعلا، لكن ده للاسف مخالف للقوانين. ارواح الناس والامن الوطني ما فيهوش قوانين، الرحمه فوق العدل. ده مخالف للقوانين، عشان كده الشرنقوطي وقفك عن العمل وحولك للتحقيق. وقفني عن العمل؟ وانت سبته يا عمي؟ اسف معلش. معلش. يومين ثلاثة وترجع شغل تاني، عموما هو بينسى بسرعة. بس المهم لازم تيجي معايا تقابل الشرنقوطي بيه النهاردة. حاضر يا عم. بس عايز اطلب من حضرتك طلب. أنا عايز الموضوع ده يفضل سر بيني وبينك. ما ينفعش يا تيسير، لأنك مش هتنزل الشغل، وأكيد هياخدوا بالهم وممكن يعرفوا. بابي هو جدو هيبات معانا النهارده، أنا عايز جدو يبات معانا. يبات معانا النهارده؟ طب بقول لك إيه يا حبيب بابي؟ ها؟ ما تروح كده تقعد على حجر جدو وتقنعه إنه يبات معانا النهارده. يلا. اقنعه يا نظام يا حبيبي عشان مش مقتنع. هيفضل سر ولا ايه؟ ايوه هيفضل سر، والنبي هيفضل سر. خلاص يا نظام، جده اقتنع. انت وحشتني قوي 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 يا بطه، انا ما كانش بيجيلي نوم وانا بعيد عنك الفتره اللي فاتت. بس يا بكاش، ده انت ما اتكلمتش معايا الا مره واحده بس، لحقت ازاي؟ في ناس تقابليهم مره واحده بس بيغيروا لك حياتك كلها. بجد يا منام، بتتكلم بجد ولا بتكذب عليا؟ معلش اعذرني، الفترة اللي فاتت كلها كان عندي مشاكل في البيت. ولا يهمك، انت صوتك حلو قوي بجد، وانت كمان صوتك حلو قوي، وبعدين اسمك كمان بيعجبني قوي، كل ما انطقه على شفايفي اقعد اقول منام منام منام، بتبسط قوي. اسمي حلو؟ منام. تعرف ان انا كان عندي جد اسمه منعم؟ كنت بحبه قوي، كان كل ما يجي البيت ياخدني على دراعاته ويقعد يهشتكني. فعلا احساس جميل قوي ان الواحد يتهشك، وخصوصا لما اللي يهشكه يبقى شخص بيحبه. مالك يا منعم، ليه صوتك بقى حزين كده؟ ايه ده؟ عرفت منين ان حزين؟ انا حاسسة تجاه الناس اللي بحبهم. على فكرة انت شخصية حساسة قوي. ميرسي، انا كده حساسة تجاه الناس اللي انا بحبهم، ارجوك ما تغيرش الموضوع. ليه انت صوتك بيتغير لما بتسمع سيرة التهشيك؟ بلاش تدوسي على الجرح اللي فيا يا بطة. فضفض يا منام، لو مش هتتكلم معايا هتتكلم مع مين؟ ما تخافش، سرك في بير. وانا كمان ارتحت لك قوي، بس مش عايز اتكلم في الموضوع ده بالذات. يا منام ارجوك قولي، متضايق ليه من سيرة التهشيك؟ هل وانت صغير كان حد بيهشتكك فرفعك لفوق بدل ما يتلقفك بدراعات وسابك تترزع على الارض نفوخك يتفتح؟ عشان كده كل ما بتيجي سيرة التهشيك اعصابك بتتهز. الموضوع مش كده خالص بطة، انا عايز اقابلك. ليه؟ عايزني اهشتكك؟ عارف يا حضرة الضابط يعني ايه تبلغ وسائل الاعلام ان الكارثة اكبر من امكانيات الشرطة؟
لأن الكارثة يا فندم كان يا فندم. يا فندم إيه؟ ده تنيلة كانت لازم تقعد عليك ساعة ما ولدتك. أنا أرفض يا فندم إن حضرتك تخش في تفاصيل عيلتنا. ورايح كمان تستغيث بالعنابي مش كده؟ يا فندم مصلحة المواطن وأمنه وسلامته فوق كل اعتبار. آه أنت هتعلمني بقى مصلحة المواطن وأمنه وسلامته مش كده؟ أنت موقوف يا حظابط. لحد إمتى يا فندم؟ لحد ما أموت. يبقى إن شاء الله الوقف مش هيطول. اخرس يا تيسير. عملت اللي في دماغك يا باشا؟ أنا والله العظيم ما هسكت. قابل بقى. فاروق بيه ده بيقول لي قابل. أنا سعادتك ما سمعتش قابل مين؟ منام اتأخرت ليه يا منام؟ أنا قاعدة مستنياك على نار بقالي 7 دقايق عمالة أبص حواليا شمال ويمين. بص عشان ما تتلخبطش، أول ما تخش من الباب هتلاقيني على الشمال وأنت داخل من ناحية اليمين ولابسة أسود وفي المنتصف في فيونكة يخترقها فص ألماظ. ما تتأخرش. أوكي. ازيك؟ في ايه؟ انت جاي في حته غلط. انا منعم يا بطه. انت تايه يا حبيبي؟ انا منعم. منعم؟ منعم مين؟ بتاع النت. نت؟ ايوه. انا ماشي. استني بس، استني ارجوكي. إيه؟ اسمعيني واديني فرصتي. اسمع ايه يا حبيبي؟ روح دور على مامتك جايبه لك بطاطس محمره وعايزاك تلعب في حديقه الاطفال. ايه اللي معادك هنا مع الكبار؟ ارجوك اسمعيني وصدقيني ان انت مش هتندمي خالص. ده انا حندم وحندم. انا اخاف امشي معاك ياخدوني تحري. انت تحت السن القانوني. برضه مصره تتريقي عليا وتسخري مني وتصغريني. اصغرك اكتر من كده ايه؟ انت بقيت من دور ولادي. انا خايفه اصغرك تختفي. لحد امتى؟ لحد امتى هنفضل نحكم على الناس بشكلها؟ لحد امتى هنفضل عنصريين؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ما واحد صغير يحب واحده كبيره، واحد طويل يحب واحده قصيره، واحد كلب يحب واحده قطه، واحده قزمه تحب واحد قزم؟ ايه المشكله؟ اوباما العبد الاسود بقى بيحكم امريكا يا بطه. انت عندك حق، بس انت فاجئتني. ما اديتنيش فرصه عشان استعد للحظه دي، بس انت غررت بمشاعري وخليتني اتعلق بيك لدرجه ان انا مش قادرة أرفضك. أبداً أنا ما ضحكتش عليك في أي حاجة. أنا كنت صادق في كل كلمة. افتحي لي قلبك عشان أفتح لك قلبي. أنا مش هفتح، أنا حوارب. وبعدين لما أثق فيك أكتر من كده ممكن أفتح الباب. بس أنت صغير قوي يا منعم. طيب طيب يا عم المزعج. مين ده؟ أبلة سلمى. ازيك يا عصفور؟ ايه هتسيبني اقف على الباب كده؟ لا العفو أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. اتفضلي يا أبلة سلمى. انت عرفتي عنواني منين؟ جبته من كريك. معلش بقى البيت ديزاينه قديم. ولا يهمك يا عصفور، انا جبت لك معايا اكل عشان يبقى عيش وملح. انا عارفه ان انت زعلان مني من ساعه اخر مره، بس والله لو تعرف انا مضغوطه ازاي في الشغل. انت عارف ان صريح بيه طردني امبارح من القناه. طردك ازاي بس يا أبلة سلمى؟ انا لسه شايف الحلقه امبارح وكنت انت اللي بتقدميها عادي. ما هو ما كانش لسه يعرف ان الراجل العنابي بيشتم فيه، بس اول ما قلت له رفضني. لا حول ولا قوه الا بالله. مفتري قوي صريح الفيل ده. والله مفتري. انا خلاص مستقبلي ضاع. ده انا بجري على كوم لحم اخواتي وامي المشلوله. مشلوله ازاي بس يا أبلة سلمى؟ ما انا كنت لسه عندكم في البيت وكانت واقفه على رجليها زي الجاموسه. جاموسه؟ ما اصلها اتشلت اول ما عرفت ان صريح طردني. لا حول ولا قوه الا بالله. انا خلاص مستقبلي ضاع وكله بسببك وبسبب الرجل العنابي بتاعك. خلاص بقى يا أبلة سلمى ما تقطعيش قلبي معاكي. هو انت لو كان عندك قلب كنت سبتني اتمرمط المرمطه دي؟ والله العظيم يا أبلة سلمى لو تعرفي غلاوتك عندي. ده انا لو طول اديك رقبتي اديها لك يا أبلة سلمى. لا تطول رقبتي. لا مش رقبتك. انت عارف ان الرجل العنابي من ساعه موضوع القنبله ده بقى اهم حاجه في مصر؟ هتقولي لفه واحده. لفه واحده بس اخد منه كلمتين وهتبقى جميله وشلاله لك طول العمر. ايوه يا أبلة سلمى، بس على السكه وعلى الدغري كده موضوع الرجل العنابي ده اصلا. لفه واحده بس ترجع لي مستقبلي وترجعني الشغل، واي حاجه انت عايزها انا هعملها لك. عصفور انت سايب الباب. تعالي يا بنت رتاشي خش، دي أبلة سلمى اللي بتطلع في التلفزيون. تعالي بصي ايديها. تعالي جبتك البلد. معلش يا أبلة سلمى، يا بنت مجنونه وبنعطف عليها كلنا. يلا معلش حصل خير.
خلاص يا عصفور، انا هروح اغير هدومي واستنى العنابي يعدي عليا. ماشي يا ابله سلمى، بس يا ريت الموضوع ده بقى يفضل في طي الكتمان. عيب يا عصفور، سرك في بير. بس والنبي بقول لك ايه، خليه ما يتاخرش عليا. وربنا يا ابله سلمى. يو معلش يا اختي عدم المؤاخذه، اصلك صفيفه قوي ما شفتكيش. من اي حته لاي حته يا بنودي؟ ما حضرتك يا فندم، اتنين دبل تشيز برجر من ماكدونالدز طوكيو. خمس دقايق يا فندم يكون الاوردر عند حضرتك. ثانك يو. القهوه بتاعتك الجميله. تسلم ايدك يا طنطر. منور البيت كله. منور. منور بيك يا حبيبتي. هو الواد بيلعب فين؟ عمال اتصل بيه ما بيردش عليا. هو كده يا اخويا مدوخني، ما بيردش على حد خالص، ولما يجي اساله ما بتردش ليه يا بيرم؟ برضه ما يردش عليا. بس ليه زمانه جاي؟ اصل الشوارع زحمه، موضوع القنبله ده قلب الدنيا. الرجل النبي كتر خيره، لولاه كنا رحنا في حيز بيس. بس انت ليه شدد عليه في القناه بتاعتك؟ ما تلاقيش يا طمطم، انا ناوي اخف عليه قوي اليومين اللي جايين دول. من اي حته لاي حته يا ابنودي؟ ما حضرتك يا فندم. مي اي هيلب يو؟ هو الواد ابنودي بيعمل ايه بالظبط؟ هو فتح سوبر ماركت في الشقه هنا. الواد بيرم فتح شركه توصيل المنازل، وكتر خيره مشغل اخوه الابنودي معاه على التليفون. بس ما شاء الله، الله اكبر، واضح ان الشركه دي شغاله نار. تاتشود تاتشود. ايه انت هتحسد العيال ولا ايه؟ ده انا ما صدقت الحمد لله ان هم توفقوا في شغلانه كويسه. لا مش حلوة منك دي يا طمطم، عيب. أنا يتقلي تطشوط وهنا وهنا وتعملي كده برضو؟ أنا يا طمطم أنا أحسد ولادي برضو. عندك حق يا خد الولادة، ده أنت مربيهم، ده أنت في مقام أبوهم بالظبط. حقك علي، هقوم أحضر الغدا لغاية ما بيرم يجي. هتتغدى معانا، أوعى تكسفني. أهو كده، ده الكلام. ده انت طبيخك وحشني جدا. انا هقعد استنى بيرم في اوضته على ما انت تخلص الغدا. يا اخويا البيت بيتك، صول وجول فيه زي ما انت عايز، وانت غريب. جميل يا طمطم. صحيح طمطم، ها اوعي تنسي الشكشوكه. وانت بتعرف تاكلها الا من ايديا؟ تسلم ايدي. مع نفسك انت، ها؟ ماشي يا بلودي. صباح الخير. صباح النور. تيسير، ممكن تروح توصل نظام التمرين؟ انا مش قادره انزل. معلش يا دينا، انا عندي مأمورية مهمة جدا ومتأخر. مأمورية ايه؟ ما انت كل يوم بتروح الشغل وما بتعملش حاجة. لا، ما انا النهاردة قررت ان انا هروح اعمل حاجة. بابا انا عايز المصروف. تعال يا حبيبي، تعال. نظام يا حبيبي، مهما حصل عايزك تفضل عارف ان بابا ظابط عظيم، وانه ضحى بحاجات كتير قوي عشان خاطر البلد دي. بابا برضو عايز المصروف. ماشي، يلعن ابو تنحتك. امسك غور. يلا سلام. سلام. هو انت مش نازل؟ لا، مستني عربيه الشغل هتعدي عليا. نسيت الموبايل. وانا نسيت اشرب مي. نسيت اخد المفاتيح. وانا نسيت اكل كاتشب. عناد، دي أول مرة أطير فيها مع حد معرفوش.
معنات كلامك ده يعني انك قبل كده طرتي مع حد تعرفيه؟ لا طبعا. بقولك ايه، ما تيجي نقف هناك كده نريح شويه وناخد لنا كوبايتين شاي. طب امسكي نفسك. يلا. ايه يا بيرم ليه كده يا حبيبي؟ اتاخرت ده، انا عماله اتصل بيك ما تردش عليا ليه؟ في حاجه ولا ايه؟ لا ابدا ما فيش، اتاخر براحتك، بس كنت عايزه اقول لك ان عمك صريح مستنيك من الصبح. صريح؟ هو فين ده؟ في غرفتك. فين؟ اوضتك. حلوة منك دي. يا باشمهندس الوقفة دي، ده محل أكل عيش. وأنا معطل العيش في إيه بقى؟ يعني معطل العيش في إيه؟ وإيه في زرخابور في المكان؟ ولا حد عارف يخش ولا حد عارف يطلع؟ أولاً يا فندم أسلوب حضرتك يفتقد لآلية الحوار. ثانياً أنا واقف وقفة سلمية. يعني لا معايا مولوتوف ولا مطوى قرن غزال ولا أتفوه بألفاظ خارجة. ثالثاً الشرنقوطي بيجي يعدي من هنا وهو مروح وأنا عايز يشوفني. مش شرنقوطي ايه وبتاع ايه؟ سايب المحلات كلها جاي تفضل المحل بتاعي. ايوه، لان المحل بتاع حضرتك بينش اساسا. انا بنفسي كلت من عند حضرتك فطيره سجق قبل كده وجالي اسهال، عشان كده غيرت وقلبت خردواتي. بقول لك ايه، انا مش عايز دراعي كتير، ورم هنا بقى عشان ما غزكش في حته وحشه. سفاله مش عايز. بعد اذنك اتفضل. ارحم يورو الحق على طول عليه رنا عبد الله نرفع له. عارف يا بيرو انت بتفكر حلو قوي، انما بتمثل وحش قوي يا راجل. حد يعمل كده؟ لو احمد حلمي اللي بيعمل الدور ده هيضحك وهو بيموت. في حد بيضحك لحظه موته؟ لكن انت معذور برضه، ما انتوا طبخينها سوا. احنا اتعلمناها من واحنا صغيرين قوي. غلطة الشاطر بألف، وانت اللي فضحت نفسك بنفسك. الدنيا كلها عارفة العنابي، والناس كلها بتقول العنابي العنابي العنابي. تطلع انت من البرنامج وتقول الرجل العناب من غير ليه حاف كده. بس بيني وبينك يا بيرو، انا عايز اعترف لك ان انا كمان طلعت حمار. ازاي تاه عن بالي مشروع العناب بتاعك ده؟ لكن معلش ملحوقه يا انكل. اصل اللي حصل، عارف يا بيرو الشركه اللي انت عاملها الجديده دي فكره حلوه، بس الاسم من اي حته لاي حته، من اي داهيه لاي داهيه. يا راجل ده اسم برضو اسم بلدي قوي. طب ما تسميه على اسم شريكك، عنابكو لتوصيل الطلبات. واحدة واحدة عليا يا انكل، عشان واضح ان في سوء تفاهم في الموضوع. انا بالفعل كنت بعمل تجربة عن العناب، لكن اللي حصل ان شفيقة مين ومتولي مين؟ ادهم. ادهم مين؟ ادهم الشراوي. انت مش بتقفلم عليا؟ هتصيح على عمك صريح حبيرو. شوف يا ابني انا هجيبها لك من الاخر. أنا عايزك أنت والرجل العناب بتاعك ده تبقوا الواجهة بتاعت حزبي، حزب الصراحة راحة، وما تطلعوش في أي قناة فضائية غير القناة بتاعتي أنا. طب يا أنكل اديني حتى فرصة أقدم المشروع للجنة وأقدم على جائزة نوبل وبعديها ممكن. نوبل يا أنا هديك قد نوبل دي مليون مرة. أنا هديك جائزة الفيل أوارد، ده غير ان انا هصرف على كل مشاريعك من جنيه للي انت عايزه. للي انا عاوزه؟ طبعا. احنا في زمن البيزنس يا ابني، بعدين انت صرفت كتير قوي على المشروع ده ولازم تستفيد. علاوه على ان انت والرجل العناب من هنا ورايح هتبقوا في حمايتي انا وفي حمايه الحزب بتاعي. كلامك جميل يا انكل، واحنا طبعا يشرفنا ان احنا نبقى واجهه لحزب الصراحه راح. بس انا ما اضحكش عليك، العرض بتاع حزب الصراحه راحه ده مش اول عرض يجي لنا. يعني احنا سبق وجالنا قبل كده عرض من حزب الكرامه راما، كانوا عايزين العنابي
ثلاث سنين يمضوه، غير في ناس تانية كانوا عايزينه سنة إعارة اللي هم حزب الندامة دامة أظن. بلاش كمالة بالا، إيه السؤال إيه اللي أنت فيها دي؟ مش سؤال يا أنكل، بس بصراحة الرقم اللي حضرتك بتقول عليه ده قليل جدا. وأنا قلت لك رقم أصلاً، أنا قلت لك للي أنت عايزه. لا ما هو حضرتك مش هتقول، من دلوقتي أنا اللي هقول، وحضرتك يا تقبل يا ترفض، ولو هترفض هقول لك مع السلامة لاما. ماشي يا سيدي أنا موافق. أولاً شخصية الرجل العنابي الحقيقية مفيش حد هيعرفها في الحزب بما فيهم حضرتك. ثانياً ما تقطعنيش وأنا بتكلم. ثالثاً هنمضي موسم واحد بس، ولو عجبنا الحال هنجدد وهناخد بونص كل ما شعبية الحزب تزيد، غير ان حضرتك هتصرف على بقية مشاريعي لان لسه في حاجات كتير ما خلصتش. رابعا انا هبقى همزة الوصل الوحيدة بين الحزب والرجل العناب، يعني افترضنا مثلا ان الحزب حب يقول للرجل العناب صباح الخير هيقول لي وانا هبلغه. بس ده كتير كتير قوي. خامسا وهي الاهم، حضرتك هتكتب لي اقرار بخط ايدك دلوقتي حالا وهتمضي لي عليه ان لنا ولا فاطمة ولا ابنودي لينا علاقة بحفار رومانيا. ماشي يا بيرو. خير يا فندم؟ انا جاي اعتصم جنبك على الاقل نونس بعض. ومين اللي قال لحضرتك ان انا عايز حد يونسني؟ فضل حضرتك شوف حتة تانية اقف فيها. في ايه يا عم؟ انا مراتي واخدة مني الشقة، وبعدين موضوع غير موضوعك خالص. ما هو ده الغلط، ده تشتيت للرأي العام والحاجات دي بتحتاج تركيز. انت هتعيش في الدور، وبعدين انا بعتصم في الحتة دي قبل انت ما تيجي اصلا، وانا مش هتحرك من هنا. احنا ايه بنعمل كده في بعض؟ ده علمك هم عايزين كده بالظبط. هم مين؟ هم مين؟ هم اللي طردوني من شغلي واللي واخده منك الشقة. ايه ده انت تعرفه؟ هم الاثنين وجهين لعملة واحدة. عملة واحدة؟ عملة الظلم والفساد والالتفاف على مطالبنا. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ تروح تقف في حتة تانية. حاضر. عاجبك؟ الو؟ ايوه صحيح. عارف يا النبي، ابو الهول بيفكرني بيك قوي. هو هنا عشان يحرس الاهرامات، وانت هنا عشان تحرس الشعب المصري الغلبان. نعم، يعني مع احترامي الكامل لوجهة نظرك ان في وجه تشابه بيني وبين ابو الهول، سعادة من المؤاخذة يعني العناب ما ينامش على بطنه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك خدتها على بطنك كده ليه؟ لا ولا خدتها على بطني ولا حاجة. بقول لك يا بابلة سلمى، ايه رأيك في الواد عصفور؟ ايه ده؟ هو ده وقته نتكلم على عصفور؟ وماله بس عصفور؟ لعلمك ده شقي، وأنا ما عملتش حاجة من غير ما استشيره. أنت عارف؟ أنتوا صوتكوا زي بعض بالظبط، وطريقة الكلام برضو زيها بالظبط، بس الفرق يا حرام هو ألدغ في السين. ومالها اللدغة في السين؟ مع عظماء العالم كلهم كانوا لدغ في السين. الاستاذ محمد ابو هبه الله يرحمه كان الدغ في السين، والاستاذ اشرف عباقي الله يحفظه برضه كان الدغ في السين. واضح ان انت بتحبه قوي. يا عشره عمر قبل سلمى، مطبعين على بعض تير وطنبوره. عارفه ايام المدرسه كنت اخده على ظهري ونطير نزوغ من فوق السور، ونطلع بقى على حديقه الحيوان، نطلع على السيمة، نطلع على اي حته احنا عايزينها. يا ده انت بتطير من زمان قوي. اقول لك على سر خطير كبير. عصفور هو اللي معلمني الطيران، وانا اللي معلمه العوم. اذا كان هو ما بيعرفش يطير اصلا. ولا انا بعرف اعوم، بس احنا اصدقاء متعودين نساعد بعض في كل حاجه. خلاص يا عم، عرفنا ان هو حبيبك وشقك. يلا بقى نتكلم عنك انت. اشرب كوبايه الشاي اللي جايه من يد ما نعدم. شفت بقى قبل سلمى عشان بتجيب سيره عصفور في الغلط. انا ادي البنطلون اتدقع اهو. انا اسف. يا ربنا. انا هنضفه لك. هتنضفيه ازاي يعني واحنا فوق ابو الهول؟ هتصرف. معرفش والله يا بابا، من ساعة ما شفناه الصبح حتى قال كلمتين هبل كده من كلامه للنظام، وقال لي انا نازل رايح الشغل، وعمال اتصل عليه بالتليفون محدش بيرد. شغل ايه ده اللي هيروحه؟ هيكون راح فين يعني؟ ايه ده قبل سلمى، المنطلون بقاله فوق الساعتين ما نشفش، هطير كده بالكوكو. لا 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 لا، هو ربع ساعة بالظبط وهينشف. يلا بقى نتصور. يلا. بقول لك يا قبل سلمى، النص الفوقاني بس مش عايزين تهريج. حاضر. ماشي كده؟ ايوه كده؟ ايوه. الو
ايوه يا ماما، انا مع واحده صاحبتي. طيب حاضر حاضر، هرجع على طول. معلش يا عناب، اصل ماما عند واحده صاحبتها، ولو رجعت البيت وما لقيتنيش هتبقى مشكله. لا 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 مفيش حاجه، عايزه نروح على طول يعني. اه يلا بينا، يلا لم الحاجه بس وانا البس البنطلون. ماشي. لسه ما نشافش على فكره كده. وصلك مني 20,000 بالظبط. ايه يا عم مالك، مستقلهم ولا ايه؟ لا الحمد لله على كل شيء يا دكتور، بس مقلق شويه الصراحه. ليه بس يا عصفور؟ ده انا قلت انت اكتر واحد هتفرح بموضوع حزب الصراحه راحه ده. يا عم فلوس نازله علينا زي المطر. اه يا دكتور، بس انا ايش طمني ان الفلوس دي حلال. انا برضك يعني عايز اسال يعني اذا كان موضوع الطيران ده حلال ولا حرام اصلا. الطيران حلال ولا حرام؟ صدق عمرها ما جت في بالي دي، بس احنا فيها. انزل لامام الجامع اللي عندكم تحت قول له يا شيخنا انا بطير بقالي فتره، حرام الموضوع ده ولا حلال؟ صدق فكره حلوه قوي، انا حتى امام الجامع ساكن في الشقه اللي تحت على طول. يا عم اقعد تعالى هنا يا عصفور، انت هتستهبل؟ طيران حرام ليه؟ حلال يا عم على مسؤوليتي. قول لي بقى ناوي تعمل ايه بالفلوس دي؟ لا يا دكتور، ده انا هعمل بيها حاجات ياما. اول حاجه هجيب اكارديون جديد لعم هيصه، تاني حاجه اجيب اسانس فكري للبنت ناتاشا. اسانس مين؟ اسانس فكري، ازازة ريحة كده بس حاجة مستوى قوي قوي يعني، حاجة سكسي مش لايقة على أم ناتاشا خالص. بس واضح إن أنت بتحبهم أوي. يا دكتور بيرم، أنا وعيت على الدنيا دي ما لقيتش إلا ناتاشا وعم هيصة. عم هيصة ده يعتبر بمثانة أبويا، حتى البنت ناتاشا أنا بعتبرها زي أمي بالظبط. عم هيصة ده يعتبر أبويا اللي أنا ما شفتوش، عارف يا دكتور؟ أنا من ساعة ما اتولدت لحد ما أبويا مات ما شفتوش. طب قول ناوي تعمل ايه كمان بالفلوس دي؟ بص بقى يا دكتور، انا اكتشفت ان شغلانه السوبر دي حاجه مش مضمونه خالص، الواحد ممكن يجيله غضروف ولا رباط صليبي زي احمد حسام ميزو بتاع الكوره ده، فقررت ان انا اعمل مشروع جنب شغلانه السوبر. اه والله فكره حلوه موضوع المشروع دي. ابو منها يبقى كاموفلاج عشان محدش يربط ان الرجل العناب اللي بيطير هو ولا قول لي كده كده اصلا محدش هيربط ان المتخلف اللي هو انت ده هو الرجل العناب. بس فكره حلوه حلوه. مشروع ايه اللي عايز تعمله؟ والله بص يا دكتور، انا لسه ما استقريتش لحد دلوقتي، بس خمسه بالتخطيط كده وهطلع بحاجه حلوه ان شاء الله. بس يا ريت ما تفاجئنيش بمصيبه زي كل مره. سبت الشغل عند عصام كريكه من غير ما تقول لي، انا فوتها بمزاجي. ها السلام عصفور. انا عرفت انك هنا يا دكتور، قلت اجي اديك هديتك. شكرا يا اخويا، احنا ما بنقبلش هدايا من حد. يا كسفتي، منظرك قذر قوي. وحياه خالتك، انت برجع لي الازازه فاضيه وتقولي لي ما بناخدش هدايا من حد؟ واديني اللي دفعك ثمنها. اعزائي المشاهدين، معكم مراسلكم من مكان الاعتصام، ومعنا هنا قائد الاعتصام. نتعرف بحضرتك. اولا يا فندم، انا مش قائد الاعتصام، انا تيسير فهمي. استاذ تيسير، هل تعلم ان القانون المصري يجرم الاعتصامات؟ والله حضرتك، قبل ما نتكلم عن القانون المصري احب اعرف حضرتك ان انا ضابط شرطه، فانا ادرى يعني كثيرا بالقانون المصري، وحق التظاهر في القانون المصري مشروع لاي مواطن مصري. ضابط شرطه؟ وها هي وزاره الداخليه تفرض اولى اعتصاماتها. استاذ تيسير، تيسير بيه، احنا ممكن نعرف طلباتكم ايه هنا في الاعتصام؟ ايوه يا فاروق، انا شرنقوط بيه. انت فين؟ انا في البيت سعادتك يا فندم. طب افتح التلفزيون حالا. فين التلفزيون سعادتك دلوقتي؟ افتحه بس. حاضر سعادتك. ممكن نعرف ايه سبب اعتصام حضرتك من خلال قنوات الفيل الاخباريه؟ الظلم. الظلم واحساسي بالظلم. انا يعني ضابط شرطه شريف مصري، كنت بدافع عن تراب هذا الوطن، ويعني اقالوني من منصبي لاني كنت بحاول احمي تراب هذا الوطن. انت في عند حضرتك التقنيه اللي هي الشريطه السوداء دي؟ ايوه. عايز اقول كلام ومش عايز نظام ابني يعرف ان بابا اللي واقف. ده احنا على الهوا. على الهوا؟ معلش يا نظام يا حبيبي، بابا بيهزر كالعاده. بقى ما بندهاش بقى. انا عايز اوجه رساله لنظام ابني واقول له نظام يا حبيبي، بابا ضابط شريف، ما تسمعش كلام ماما، وبابا اترفد من شغله عشان كان بيدافع عن مصر، ويعني لازم تبقى فخور ان بابا تيسير فهمي، وعايزك تقول لاصحابك كلهم ان بابا مواطن شريف. وعايز اقول كمان حاجه، عايز اقول حسبي الله ونعم الوكيل في الشرنقوطي بيه ان هو قرر ايقافي، وفي فاروق بيه ان هو وافق على القرار، وفي مدام امان
عشان ختمت على القرار والموظف الخزنه اللي صفى لي بقيه حسابي وحسبي الله ونعم الوكيل في مخيمر الفراش انه وصل القرار. ليه مخيمر؟ ليه مخيمر؟ ده انا لسه مديك 50 جنيه عشان علاج ابنك. عموما يا فندم انا مش هسكت وان شاء الله هاخد حقي وان شاء الله هاخد ال 50 جنيه. نظام استنى يا نظام. اسمع يا فاروق، تنزل تجيبه حالا وترجعه الخدمه وتقول له ما يفتحش بقه، وان حصل اي حاجه من ورا الموضوع ده انت وهو هتبقوا في الشارع. حاضر حاضر يا فندم. تسير بتجنن. عرفت انا قد ايه بعاني يا بابا؟ دلوقتي حسيت بجنانه؟ ده جاب عقدة نفسية للولد، الولد مش عايز يعرف حاجة عنه أصلاً ولا يشوفه. بابا أنا عايزة أتطلق. دينا مش عاوزين نفتح في كل المواضيع مرة واحدة. عالسكة وعلى الدغري كده ما يصحش اللي عملتيه مع دكتور بيرو. يعني الراجل يجيب لك زباين، تقوم أنت مدياله من المنقي خيار؟ وأنا أعمل لك إيه يا عصفور؟ ما انا حسيت ان انت خدت على خاطرك واتضايقت، قلت ارميله حاطه في وشه. انا اتضايقت؟ وانا اتضايق ليه؟ ما تقولها انت وهو بجد يا نتاشا. عصفور عايز ايه يا عم هيثم؟ الله عايزني في حاجه مهمه ولا امشي عشان مستعجل؟ عايزك. عايز ايه يا عم هيثم؟ انت يا نتاشا روح عشان عايزه بكلمتين استاذ. هي على مهلك قوي. انت ايه حكايتك اليومين دول بقى؟ حالك متشقلب والفلوس جريت في ايدك قوي ومحناش عارفين بتروح فين. ما تحكيلي يا عصفور، انا زي ابوك. ما انا قلت لك يا عم هيثم طاقه القدر اتفتحت لي. يا ابني انا بتكلم بجد، انا خايف عليك، حالك متشقلب. لا تكون بتشتغل شغلانه غلط تتمسك يا ابني ولا حاجه. لا ما تخافش يا عم هيثم، اولا انا ما بعملش حاجه غلط، ثانيا هات لي حد يعرف يمسك حد شغله فوق. انت بتشتغل ايه بالظبط؟ ما انا قلت لك يا عم هيثم انا شغال مع دكتور بيرم في شركه التوصيل اللي هو عاملها، بسافر كل حته في العالم وفلوسها عسل النحل. خلاص يا عم هيثم احنا مش هنتبهدل تاني. باباك يا جامد. طب وكايكا ده اللي قالب دماغي، اقول له ايه؟ قول له فكك، عصفور مش جاي تاني. يعني ايه؟ مش هتنزل شغلك؟ الله، وفي ايه لما تشتغل الصبح مع الدكتور بيرم بتاعك ده وبالليل معانا مع كاريكا في الفيلم؟ انا هشتغل الصبح مع دكتور بيرم يا عم هيثم، وبالليل انا وانت هنشتغل مع فرقه تانيه خالص. بجد والله؟ بجد يا عم هيثم. هنشتغل مع مين؟ استنى استنى ما تقولش عشان ما. مع بعوض؟ لا مع عصفور. مفيش مطرب اسمه عصفور. يا عم هيثم انا عصفور حمامه، هتشتغل معايا انا. انت هتغنى؟ ايوه يا عم هيثم. ايه انت حروفك كلها بايظه زي حالاتي، هتغني ازاي؟ يا عم هيثم مش مهم الحروف، المهم المعزوف. احنا نهتم بالعازفين، وهي فرقه جامده بالموهبه تشيلني. وانا اجيب لك فرقه منين ان شاء الله؟ هي فرقه عصام كاريك، بس اللي كانوا بياخدوه عنده بوكسر هنديه لهم احنا منطلون. منين ان شاء الله؟ امسك يا عم هيثم دول 2000 جنيه كنت ناوي ارميهم، امسك ظبط بيهم الفرقه. عد يا عم هيثم، ولو زنقت في اي حاجه عصفور سداك. سلام عشان مستعجل.